بلال بناري. وصمت يترقبون الجديد ربما من هذه الكرة. ننتظر ردة فعل اللاعبين على أرضية الميدان. هذه المحاولة التي كان وراءها أوتشي بعد توزيع ريعه ممتازة بالمليمتر، مجتمعة في منطقتها جيدا لانطلاق في هجمة معاكسة. ثلاثة ضد ثلاثة، ثلاثة ضد ثلاثة من هناك على الجهة اليسرى. واصل واصل يدوخ، راح 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 شد. ضربها وقام باللازم، توغل وشاهد وكان ذكيا في الكرة هذه. كيف توغل وكيف سدد وكيف استعمل البراعة الحارس صالح. تلعب بسرعة، هاي كرة صعبة، هاي ممتازة. التدخل، عودة الدفاع، التسديد. هاي الإعادة للكرة الأخيرة، كيف سددها مهدي بن علجية وكيف كاد على المدرجات. هم اللاعب رقم واحد مع فريقهم الراسي. الراسية التي كانت تتحول إلى هدف على ما أعتقد، هو الذي سرق قاتل. هاي الإعادة، كيف صعد وضربها حمرون براسه على مرتين. يلعبها مع عبد الرحمن حشود، هل سيوزع هذه الكرة كما جاءت؟ جميلة وممتازة التوزيعة، وحتى اللعبة كانت في المستوى. الشيء أكيد بما أنهم التحقوا بالمدرجات قبل أربع ساعات من بداية هذا الكلاسيكو، وبالتالي على اللاعبين تقديم أفضل ما لديهم. ماذا كاد يفعلون؟ فريوي وضعها، فريوي وضعها بعد أن وزع عشود، ردها القائم بالقائم الأيسر. هي الكرة الأولى من تبي، وزعها، اصطدمت ثم عادت على الطبق، منحت التقدم للمولودية في حدود الدقيقة الرابعة والأربعين. أجمل وأحلى سيناريو يا محمد. التوزيع والركنية شعال في المتابعة. تفضل محمد. تسديدة أمير بلايلي من حوالي 40 متر محمد. هو أظن التغيير اللي قام به المدرب شبيبة القبائل، هو خرج وقاسي ودخل الرناي، ربما باش يكون أكثر هجومي. بعد يعني هذه الكرة الخروج، اختلط الحابل بالنابل. جزاء بعد هذا الخروج السيء للحارس أمام فريوي. سنشاهد الإعادة. فريوي قدم رجله، أعتقد بأنه أمادة وصالحي، أمادة وصالحي، صلحها صالحي، صلحها صالحي، وبعد المباراة من جديد. طد منيعا في هذه الكرة التي صدى ورد كرة أمادة. المباراة إذا تصدقوني ستشتعل أكثر، لأن عناصر الشبيبة لن تكتفي بعد هذه التسديدة. ما هذا، ما هذا، ما هذا؟ هو في الثانية صد هذه التسديدة التي أبعدها إلى الركنية. الشبيبة صحيح أنها لم تعادل النتيجة، ولكن الأمل عاد لها. هي كرة القدم في بعض الأحيان هكذا. رفع هذه الكرة، الوقت يمر والنتيجة على حالها. الرأسية، تغيرت النتيجة وعدلت الشبيبة. وبالفعل في أول كرة وفي أول محاولة عدلت النتيجة من قبل المدافع الذي فعل ما لم يفعله المهاجمين. أرفع هالو، حط هالو في رأسه، براسية هز بها شباك المولودية وحرك بها المدرجات، حرك بها أنصار الشبيبة على المدرجات الذين استعادوا الأمل. وانطلقت المباراة من جديد في مستمرة. التهديد من جانب فريق شبيبة القبائل. الرأسية ممتازة، ممتازة، صعد لها. ممكن في المنطقة تاع مدينة الجزائر، لهذا يعني سبقوا مدينة الجزائر يرتكبوا أخطاء. يسترجع حامل التسديدة بالغربي. ما زال الخطر، هي كرة صعبة صعبة صعبة. انقذ مرماه، انقذ مرماه من هدف محقق. شعال، شعال كان سدا منيعا في الأولى، صدمت بالدفاع وعادت لشدة على ما أعتقد. أمير مليلي يرفع الكرة، يوضعها ممتازة. ريعة، ريعة من أمير بليلي وأروع من فيستون. حتى شعال انقض وارتمى وحاول وتمدد، والكرة لم تكن في إطار المرمى ببضع سنتيمترات. النتيجة
هكذا هي الكرة لما تضيع نصف فرصة. هاي المحاولة كاد يكون الخطأ المشترك. الخشبات المرمى كانت في الشباك شاهد، يعني من حسن حظي ما أنه هو هاي الكرة ولعبها المهاجم. وينتهي الحوار بين المولودية أو بين الشبيبة والمولودية بالتعادل الإيجابي. ومباراة كانت في المستوى يعني مثل هذه المباريات رزقي.